قال سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قال إن الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 تشكل محطة جديدة من المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع التنموي الشامل بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز عيسى الثقافي بمشاركة سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات. وأكد الوزير المعاودة أن مملكة البحرين تمضي قدما في ترسيخ المسار الديمقراطي من خلال مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم النيابيين انطلاقا من مبدأ المشاركة الشعبية، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن من انطلاق الفصل التشريعي الأول، منوها إلى أن الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية هو الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات. وكشف المعاودة عن قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بوضع آلية تسمح لأي مصاب بفيروس كورونا ويرغب بالترشح أن يتقدم بطلب الترشيح عبر مسار خاص بالتعاون مع وزارة الصحة. وأعلن عزم اللجنة العليا للانتخابات للمضي في السماح لمؤسسات المجتمع المدني المحلية بالرقابة على العملية الانتخابية، حيث سيتم فتح الباب في الفترة المقبلة لتلقي طلباتها، مؤكدا على دورها وإسهاماتها منذ الدورة الأولى للانتخابات في العام 2022. كما أعلن أن وزارة العدل دشنت تقديم الطعون الانتخابية أمام المحاكم ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، سواء بالنسبة لطعون الناخب المرتبطة بجداول الناخبين أو طعون المرشح بشأن كشوف المرشحين أو فيما يتعلق بنتائج الانتخابات. من جانبه حث رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المديرة التنفيذية للانتخابات الناخبين على مراجعة الجداول للتأكد من البيانات المدرجة وتقديم أي طلب لتحديثها، وخصوصا ممن لم يشارك في الانتخابات السابقة. وأعلن في هذا الصدد تخصيص مقر انتخابي عام لتمكين أي ناخب مصاب بفيروس كورونا من المشاركة في الانتخابات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.